مشاهدي الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ومساء الخير واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم زمن الرياضه. وفي هذا المساء من زمن الرياضه، بدايه بننعي لاعب المريخ والخرطوم ثلاثه، والان الخرطوم الوطني قدوره، هذا اللاعب الذي قدم للمريخ وللخرطوم الوطني وللسودان الكثير الكثير. بنعزي الأسر الرياضية عامة والمريخية بصفة خاصة بهذا الفقد الكبير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكنوا فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. في هذا المساء الآن تدور، وليس الآن أقصد الآن في هذه اللحظات، ولكن في هذه الأيام يدور الحديث كثيرا عفوا في الهلال الكثير من الأحداث، وخاصة موضوع رئاسة النادي عقب انقضاء عمر مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة أشرف الكاردينال في السابع عفوا يبدو أنه برود الاستديو مع الكشافات، أدعبت شوية، يمكن أدعبت الحنجرة شوية. وزي ما تحدثنا يعني أنه عقب انقضاء عمر مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة أشرف الكاردينال في 27 من يوليو الماضي، تسارعت الأحداث في النادي، خصوصا بعد أن أعلن الرئيس عدم ترشحه لفترة رئاسية ثانية، ولعبت الظروف الصحية التي تمر بها البلاد دور في تأخير قيام الجمعية العمومية للنادي لانتخاب رئيس جديد، مما جعل الاتحاد العام لكرة القدم يلجأ لخيار تعيين لجنة تطبيع. وخلال هذه الفترة استمع رئيس الاتحاد لعدد من رموز الهلال من أجل الوصول إلى مجلس وفاقي يدير النادي في المرحلة الصعبة من تاريخه، ولكن كثرة التنظيمات الهلالية التي ظهرت في العلن ربما جعلت الأمر يتأخر قليلا، مما يقود النادي إلى مزيد من المشاكل التي بدأت تظهر في العلن. لمناقشة ما يدور نادي الهلال داخل نادي الهلال، معنا داخل الاستوديو في ضمن الرياضة الناطق الرسمي باسم تجمع الهلاليين السودانيين وعضو المجلس المركزي لائتلاف أهل الهلال المهندس رامي كمال. باشمهندس، في البداية أهلا ومرحبا بك، وسعداء أنك تكون معنا داخل الاستوديو. مرحبا بك ومرحب بمشاهدين برنامج زمن الرياضة، وأولا نترحم على لاعب المريخ السابق، ربنا يتقبل ويوسع رحمته إن شاء الله، وللأسر الرياضية عموما. سعيد جدا أن أكون بينكم. أهلا ومرحبا بك. وقبل ما نمشي وندخل في نادي الهلال وانت رياضي، اللي بيدور في الساحة الرياضية عموما في ظل الظروف الصحية اللي تشهد البلاد، الأمور كلها بالدارج نقول مدربكة، ما في وضوح لها. نعم، أنا أتفق معك تماما حقيقة. يعني في الظروف، قبل الظروف، ظروف جائحة كورونا، الظروف الاقتصادية مر بها السودان، وجاءت على جائحة كورونا. حقيقة الرياضة والوسط الرياضي والموسم الرياضي صراحة فيه تعقيدات كثيرة جدا، وبالقرارات الأخيرة من الجهات الرسمية في الدولة والاتحاد السوداني لكرة القدم، حقيقة أربك المشهد، يعني أربك المشهد. وباعتبار أنه يعني في دوريات، نحن الناس بتستغرب، يعني مفترض ما يكون في صراع ما بين الوزاره والاتحاد، لانه في النهايه المتضرر الفرق السودانيه اللي حتشارك في البطولات الافريقيه والمنتخب الوطني. نعم، يعني نعم. حقيقه نحن كنا نتمنى انه يكون في تفاهم من الجهات المسؤوله في الدوله والاتحاد العام، لكن للاسف للوضع ده بنتمنى انه ما يكون في تاثير كبير على الفرق اللي حتشارك في الدوريات الافريقيه. نتمنى انه يصلح الحال. نعم. طيب ده الوسط عامه. الهلال يعني بيدور فيه أكبر وأعظم من اللي بيدور، يعني كورونا، ظرف اقتصادي، انتهاء فترة الرئاسة، عدم وجود انتخابات، ده كله يمكن ألغى بظلاله على نادي الهلال. شنو اللي بيدور في نادي الهلال الآن؟ حقيقة اللي بيدور في نادي الهلال، أنا يعني نحن بنفتكره أمر طبيعي جدا، لأن نادي الهلال نادي، يعني نادي في حركة وطنية، ونادي فيه حركة ديمقراطية. نعم. وأنا أختلف مع الناس اللي بيقولوا والله يا أخي في يعني في انشغال في نادي الهلال أو كثرة التنظيمات وغيره. أنا أفتكر ده حاجة إيجابية ومحمدة، يعني أنه دائما الحركة الديمقراطية والحركة الرياضية دائما يكون فيها نشاط وفي مجموعات بتقدم الصفوف عشان تقود النادي. دي حركة إيجابية، يعني لو كان ما في مجموعة أو تنظيم يتقدم يبقى دي مشكلة، لكن الحصل الآن في الاتحاد العام المجموعة بتاعت
القوائم انا افتكر هي عباره يعني زي عددها 5 ولا 6 قوائم، ودي حاجه كويسه يعني. الناس قبل ما ما ما, ما مده اشرف تنتهي كان بيتكلم عن والله دي تركه كبيره وثقيله والحد قدم منه والمنصرفات وغيره، لكن نادي الهلال يعني بتاريخه بجماهيره اثبت عكس ذلك، يعني انه في مجموعات اتقدمت بغض النظر عن رايي وراي باقي الجمهور او باقي الناس. يعني دي حاجه انا افتكرها حاجه جميله ومحمده يعني. ودائما نادي الهلال يعني نحن بنقول نادي الهلال ما فيه كبير، قدر ما جاء قبله الطيب عبد الله يرحمه، جاء عبد المجيد منصور، جاء طاهر البشير، جاء صلاح ادريس، وجاء من امبرير، يعني المسيره مستمره. نعم، لكن بتتفق معي انه الظروف صعبه؟ يعني الظروف الان صعبه خاصه الظرف الاقتصادي، والرياضه بتحتاج لمال. الان الناس بتتحدث عن المال حتى يمكن حتى للاسره البسيطه اصبحت مشكله، وانت بتعرف احنا في السودان الانديه ما عندها استثمارات، تعتمد على جيوب الافراد، ودي يمكن انعكست حتى على النتائج. نعم، هي حقيقه يعني الازمه الاقتصاديه اثرت بدلاله على الحركه الرياضيه وعلى الانديه، واثرت على الانديه الجماهيريه لو قلنا هلال او مريخ، لانه يعني الوضع الاقتصادي اثر تاثير مباشر، لانه حسي جاي تسجيلات وجاي تسجيلات اجانب ووطنيه، الناس يعني حتواجه الحاجه دي. لكن انا افتكر يعني الحراك اللي حصل في الاتحاد العام المتعادي اكد انه والله نادي الهلال جمهور الهلال ورجال الهلال قادرين انه يعني قادرين انه يقيفوا، قادرين انه يتوحدوا. وفي النهايه دي تجربه، يعني تجربه فريده، لانه نحن لو نحن رجعنا في العهد السابق عارفين كيف الاليه اللي كانت تسير كان كيف بتتم، اللي هي لجان النظام السابق عبر الامانه امانه الشباب والرياضه في المؤتمر الوطني، هي بتعين، وبعد ذلك كان في التمويل جاهز من الدوله كده. الان الوضع اختلف لانه في حكومه جديده، في حكومه جابت الثوره المجيده، ما في اهليه الرياضه، ما في دوله حتدعم، مفترض الانديه والجماهير هي تتحمل المسؤوليه. يبقى ده التحدي الاساسي، عشان كده حصلت الربكه دي. انا افتكر دي تجربه، يعني باقي الانديه يعني من الانديه الاولى اللي هو نادي الهلال مره بالتجربه دي، لكن بتكون رصيد لباقي الانديه. نعم بالضبط كده، ده كلام سليم. طيب انا داير اعرف تجمع الهلاليين يعني السودانيين، يعني يا ريت تكلمنا عنه شويه. تجمع الهلاليين السودانيين هو تجمع يتكون يعني له قرابه سنتين، او يعني نقول قرابه سنتين، هو عباره عن مكونات داخل نادي الهلال من روابط وروات وتنظيمات وحركات حركات جماهيريه وتجمعات خارجيه لجماهير نادي الهلال تحت مظله تجمع الهلالين السودانيين. الفلسفه بتاعت تجمع الهلالين السودانيين انه الحراك يكون ككتله، يعني ما الناس تكون متوزعه، يكون في كتله اجماع برنامج اللي هو برنامج الحراك في نادي الهلال. وهو بدا الحراك ده بدا من ما انت لو عندك اي حراك بيكون عندك قضيه. نعم. القضيه الاولى كان اللي هي القضيه القانونيه، قفل النادي، رسوم العضويه، الميزانيه الخير، وكان ده كان دي النواه بتاعت الحراك. بعد ذاك انطلق الحراك وبقت باقي المكونات دي التفت حول القضيه دي. نعم. عدده كبير التجمع؟ التجمع يضم يعني فيه عدد نقول 9 أو 10 مكونات من نادي الهلال، اللي هو المكون الرئيسي الروابط باعتبارهم يعني ديل الجماهير، الرواد، رواد النادي، اعضاء النادي، حركتين، حركه فجر وحركه ارحل، التنظيم فجر الغات، الاصاله والصداره، تجمع هلال بالامارات، كلها مكونات جزء من الله. جزء منه. منو من الناس القدامى البارزين في هذا التجمع؟ هو حقيقة التجمع ده يعني أخذ الفكرة بتاعته من تجربة الثورة السودانية كويس، وتجمع المهنيين السودانيين غاضي الحراك، لأنه نحن كنا في الفترة السابقة يعني كان القضايا بتاعتنا دي في ظل النظام السابق كان فيها نوع من البطش، نوع من يعني ما كان عندنا قضية ما نقدر كويس. جات الفكرة دي أنه نحن نشتغل شغل عبر الكتلة دي ونقدر في النيابات أو في المفوضية وغيره نقدر يكون حراك جماهيري، ونحقق لانه كان النادي كان مقفول لاكثر من 5 سنين، العضويه كان مقفوله، زادوها بطريقه غير قانونيه، بعد ذلك في قضايا الميزانيه، في مخالفات في الميزانيه وغيره، دي كلها قضايا اساسيه. نحن همنا الاول كان انه في الوقت ذاك والله يا اخي دي حقوق في نادي الهلال لازم نحن نصدى لها. فعلا نحن صدينا لها ومشينا فيها، وكان في انجازات اللي فتحنا النادي، والعضويه كان في قرار من الاستئنافات، حتى المخالفات في الميزانيه حتى الان طرف النيابات بسبب جائحه كورونا ما طلع في قرار، لكن الان يعني بدات النيابات تشتغل، ان شاء الله في الايام الجايه انه يكون في قرارات من النيابات. يعني طيب في ظل النظام اللي كان موجود او في ظل رئاسه الاخ اشرف الكاردينال، يعني حركتكم دي كانت موجوده؟ الحراك
الحراك في نادي الهلال منذ قدوم اشرف كان مستمر يعني، كان موجود يعني، كان في اصوات قبل المسمى الجماعة قبل المسمى ده كان يعني كمجموعات متفرغه، كان اي كمجموعات يعني من قدوم، لكن جاءت الفكره بتاعت التجمع عشان يلم كل التحركات دي في في يعني في في حاضنه واحده، ويقدر يكون عنده صوت. وانا افتكر قدر يعني الصوت الواحد ده قدر انه يوصل رسالته، وهو يعني اغلب مكوناته هي زي ما قلت لك مكونات شبابيه يعني، اغلبها مكونات شبابيه، وجاءت بفكره الثوره السودانيه. في في بعض الكبار الهلال الموجودين في التنظيمات، انت تحدثت عن الاصاله. أنا زي ما قلت لك تنظيم الاصاله جزء، تنظيم فكر الغد الوليد برضه جزء من الحراك او من التجمع، حركه ارحل، حركه فجر، الرواد. ارحل دي مقصود بها الاخ اشرف؟ ارحل دي حركه اسمها ارحل، كان يعني رسالته الاولى والاخيره انه يعني ارحل اشرف، لانه بسبب المشاكل والنتائج بتاعت فريق كره القدم وخير وخير، وانه كان شعاره انه حال بعد ذلك انتقلت بقت حركه. نعم بقت حركه. نعم. طيب بتتفق معي انه اشرف قدم للهلال الكثير؟ يعني الان الناس لما تتحدث عن الهلال بتتحدث عن صرح كبير، نادي عظيم يعني، من افضل الانديه، ملعب ممتاز، في كثير من الاشياء يعني، حتى الصرف اللي يمكن في الفترات السابقه يعني الغاص والداني بيعرف الدور الكبير للجامبي والاخ اشرف الكاردينال في الهلال. نحن من الظلم لو قلنا اشرف ما قدم للهلال، يبقى نحن يكون يعني يكون من الظلم. اشرف قدم كويس، حتى نحن خلافنا مع اشرف ما خلاف شخصي، بس خلافنا في طريقه ادارته لنادي الهلال. نحن افتكر انه اشرف قدم بقدر ما هو بفكره بعطائه، لكن برضه ما نتج من 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 عطائه في اخطاء، ونحن قلنا يعني وضحنا انه في اخطاء وفي تجاوزات وفي مخالفات ومشينا فيها. نعم، اشرف ما ممكن يكون جزء من هذا الحراك يعني، شخص لم تتكلم عن شخص قدم وفي ظروف صعبه جدا يعني. الان لو سالت اي رياضي داخل السودان كان ينتمي للمريخ، للمورده، للاتحاد، حتى خارج ولاد خرطوم، اي رياضي يتحدث عن هذا الرجل قام بادوار كبيره وعظيمه جدا جدا يعني، زي ما قلت يعني حتى خارجيا الناس بتتحدث عن اشرف والصرف الكبير اللي كان على نادي الهلال. مش ممكن كان ممكن يكون معاكم جزء من هذا الحراك او تقعدوا معه؟ والله نحن قضيتنا الاساسيه مع اشرف، الكاردينال، اللي هي قضيه حقوق. كويس، نحن نفتكر انه ما تم في الميزانيه بتاع نادي الهلال، وما تم في 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 قناه الهلال، في عقد قناه الهلال كويس، وفي اغلاقه للنادي الاكثر من 5 سنة، وتشريط اعضاء النادي والرواد وكل التفاصيل دي. انا افتكر دي يعني دي حقوق اساسيه ان احنا صدينا لها، ودي يعني نادي الهلال ما هو عباره عن شو، نادي الهلال عباره عن نادي، عباره عن اعضاء، عباره عن رواد، عباره عن عن, عن, عن ترابط اجتماعي، كل الحاجات في زي ما اشرف بقت ما في فيها حتى الان يعني. حصلت جفوه يعني، ما في تواصل اجيال، حس الان يعني في شباب الصغار ديل يعني بيفتكروا الهلال ده ما عنده كبار، الهلال ده وين ناس وكده، لانه حصلت جفوه، لانه نادي الهلال لا وقت كان في نادي وكان في حراك وكان في رواط وكان في تواصل يعني، كان في حركه زي حركه النحل يعني، لكن الان 5 سنة كويس بطريقه غير قانونيه. وانا افتكر ده كل ما عمل اشرف انه انت تكفل النادي لخمس سنة يبقى يعني ده امر ما يعني ما طبيعي. طيب النادي كان مقفول لشنو يعني؟ السبب كان بيقول شنو؟ النادي السبب الاول كان اللي هو كان مشروع الجوهره، التوسعه بتاعت الاستاد اللي هو بمسمى الجوهره، كان فيه اعمال انشائيه، لكن حتى النظام الاساسي والقانون ما بيتكلم انه لو ما في وجود نادي مفترض تمشي تاجر يعني كده اي مكان. حقيقه يعني هو شرد لا 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 اجر مكان لا غيره، بعد ما الجوهره انتهت اغلق النادي يعني، عاكس الرواد، عاكس الاعضاء، كان في محاكم شغاله لحد ما محكمه اللجنه الاستئنافات يعني، كان في حراك قانوني كبير جدا كويس. يبقى يعني انا افتكر كان الرساله واضحه يعني، رساله اشرف كان واضحه انه ما دار تجمعات، ما دار، لانه نادي الهلال معروف نادي فيه حركه جماهيريه، فيه اعضاء، فيه كل حي، فيه نقاشات وفيه حلقات. الاغلاق النادي كان رساله واضحه انه كل الحراك ده ما دايره، اللي هي عمليه زي ما كان بتحصل في زمن النظام السابق، انه يعني هو اغلق كل الحياه دي. الان النتيجه بتاعتها هو الحراك الحاصل. انا افتكر سبب من اسباب التقاطعات الحاصله دي لانه ما كان في نادي يعني، كان النادي مقفول، وحاسس للاسف ما في نادي. نعم ما في نادي يعني، النادي اللي كان موجود كله يعني هدم، والان ما في نادي، عباره عن مسرح كبير ونجيله والاستاد والفندق، ذاته بحد ذاته مشكله يعني.
والحاجه المؤسفه اكثر انه محل النادي اللي كان موجود المكتب الاداري او المكتب التنفيذي الان في دكاكين بنى فيها دكاكين كويس يعني العائد بتاع النادي انا زي ما قلت لك نحن قضيتنا الاساسيه اللي هي حقوق وحقوق نادي الهلال كويس في 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 قضايا قانونيه الان في في دكاكين بيمشي فيها اكثر من كم 12 دكان 17 او 18 دكان في اخر فترته فضلوا شهر او شهرين كويس في جزء منها شال مقدمات في دكاكين عقوده انتهت جدده وهو اصلا ماشي كويس يبقى نحن مشكلتنا مش القانونيه معه لانه في حقوق ودي حقوق نادي الهلال. طيب جلستوا معه؟ والله ان احنا ما نحن بفتكر ما جلسنا معه لانه لسبب واحد ما هو اصلا لو هو كان عنده اللي هناك كان ما كان يعني عمل يعني عمل كده. نعم يعني تفتكر لو كان في تواصل. طيب يعني يعني للتواصل ما انتوا يعني ضروري جدا هو هو لغايه السنين السابقه هو رئيس نادي الهلال. ليه انتوا كتنظيمات وهو الرجل الهلالي مهما كان هناك اخفاق اذا كان قانوني او كان مادي او او ليه ما جلستوا معه عشان ما تتناقشوا وتصلوا للنتائج؟ يعني ما جلسنا معه لانه هو اغلى كل الطرق كل الطرق مقفل يعني واكبر واكبر الحياه زي ما قلت لك اللي هو اغلاق النادي لخمس سنين يبقى ده يعني ده كافي انه يعني ما في زول يقعد معه. انت الليله بيشرط الرواد وبيشرط الاعداء انتوا حاولتوا ما هو خلاص اغلاق النادي كان هو ذكر اسباب انه بناء جوهره وانه وانه نحن ما حاولنا برضه في سبب رئيسي انا اذكر لك ثاني اللي هو في الجمعيه العموميه في في غايه الصداقه 2016 اللي اجازوا فيها الميزانيه اللي هي الميزانيه الفضيحه نحن بنقول بين قوسين كويس كان رساله واضحه كان رساله واضحه انه ما في يعني ما في ما في امكانيه لجلوسه وما في امكانيه لانه في ارقام في الميزانيه دي ارقام ما حقيقيه فيها نوع من المخالفات وكبير جدا كويس يبقى يبقى الباب بتاع نمشي نقعد معاه ونتفاوض معاه في يعني مقفول. عملتوا شنو انتوا في 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 الميزانيه؟ نحن ميزانيه نادي الهلال انه فيها بلاغات مفتوحه في في نيابه الفساد في نيابه الاسرار حرام كويس وانا زي ما قلت لك في في البدايه انه بسبب جائحة كورونا ما كان في خطوات او ما كان في قرار لكن ان شاء الله بعد بعد رفع الحظر يكون في قرارات من نيابتها. طيب بتفسر شنو؟ يعني مجموعات كبيره جدا زي ما انتم عندكم تنظيمات مجموعات كبيره جدا بتايد الاخ اشرف الكاردينال يعني. الكلام ده ما حقيقه. يعني ما حقيقه. نعم. كويس انا شوف في 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 ظل الاله الاعلاميه انا ممكن يعني نحن نكون اربعه انفار ولا نفر ممكن نضخم لك زول نبقيه وكذا لكن الان انت لو 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 شلت الكاميرا ده مشيت نادي الهلال والرواد والروابط والجماهير يعني ده استفسار بتعرف انه جماهير اشرف او الناس هل ملتفين حول اشرف او لا كل ما يحصل ده عباره عن اله اعلاميه بتضخم بتضخم الشيء الحاصل انه اشرف يعني هو عنده جماهير او الناس دايره دي ما حقيقة. طيب نحن ما تابعنا يعني نتابع من خلال الاحتفالات مهرجانات الاستاد مليان والناس بتهتف والناس بتتكلم عن أشرف ويعني يعني يمكن نحن من خلال الإعلام مشاهدين يعني يعني أنا كمتابع يعني شايف إنه في فترات كثيرة جدا جماهير الهلال على عدد الكبير إنها بتهتف للأخ أشرف يعني. شوف جماهير جماهير الهلال دي عمرها ما هتفت للرئيس. جماهير الهلال بتهتف للفريق نعم. كويس وبتهتف للفريق للرئيس عبر الفريق يعني الفريق لو صح بتهتف له وبيصفق له كويس ما قاعد تهتف للرئيس ولا قاعد تهتف لإداري لكن يعني نحن صراحة الإداري إذا قام بأدوار كبيرة بيستحق لا أي بيستحق بيستحق أنا تقول لك شكرا لكم شكرا لكن ما قاعد تهتف هي ما بتأله ولا كمان بتصنع له تمثال نعم. نعم بالضبط لكن بالضبط. يعني من خلال يعني لو رجعنا لأيام الجوهرة الجمهور كان كله ملتف يعني هل 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 الكاميرا كانت كاذبه مثلا؟ دائما الجمهور في جوهره قد يكون الاستاد مليان بيكون الفريق لاعب شوف جماهير الهلال دائما دائما رغم الخلاف ورغم في يعني في في اوج الخلاف وقد يكون الفريق لاعب مباراه حاسمه وراي الفريق تلقى الاستاد مليان معارضه وموالين ده شيء طبيعي في في الهلال لكن ما حدث يعني انا انا اديك مثل يعني كان التكريم المزعوم في غاطة الصداقه لاشرف الكاردينال كان في عباره عن استقطاب وحفلات وطلاب خلاوي وغيره يعني الناس كان في حشود اللي هو بالطريقه اللي كان بيتم بها لحشود الجماهير المزولين في في النظام السابق لكن جماهير الهلال ما انا يعني جماهير معروفه انه يعني حد معاك لفريق كره القدم حد معاك الاستاد جات الاستاد معناها جات لفريق كره القدم نعم. طيب انا داير اسال يعني في هذه الفتره وانت تتكلم عن الجائحه والظرف الاقتصادي يعني في حديث كان عن التطبيع انتوا رفضتوا راس الاخ اشرف؟ نحن صراحة نحن يعني نحن كأعضاء جمعية عمومية أنا قبل ما أجاوب لك أنا بدي أوضح نحن دائما في حراكنا القانوني كان في نيابات أو كان في المفوضية أو الوزارة وزارة الشباب والرياضة أو الاتحاد
في القضايا القانونيه نحن مش قاعده جميع عموميه، لانه ده الحق القانوني بيدينا له كويس في كل الطعون في كل الشكاوي. نحن كان رفضنا لرئاسة اشرف رفض موضوعي، بمعنى يعني اذا يعني رئيس قفل رفع رسوم العضويه بطريقه غير قانونيه والغى العضويه بطريقه غير قانونيه، قافل النادي لمده 5 سنة العضويه كلها تحديده، كيف نحن نقدر نتمن انه والله يكون رئيس عشان نقيم جميع عموميه لتعديل النظام الاساسي وهي العضويه عنده كويس؟ حتى النظام الاساسي حتى الان الموضوع في الاتحاد السوداني كويس ما في دول شافه، لا اعضاء مجلسه السابق لا في دول نحن كاعضاء جميع عموميه قمنا طلبنا قمنا دايرين نشوف النظام الاساسي رفضوا لنا. يبقى انت كيف يبقى رئيس لين التطبيع وكل الحياة دي حاصلة؟ يبقى ما من العدالة كويس ولا من الشفافية ولا من رئيس التطبيع هو اللي حيمهد للجمعية العمومية، وهو ما هي لجنة التطبيع. نحن لو قلنا نحدد مهام لجنة التطبيع، لجنة التطبيع عندها مهام محددة كويس اللي هي فتح العضوية إقامة جمعية عمومية لتعديل النظام الأساسي وإقامة جمعية عمومية لانتخاب مجلس وتسيير النشاط. دي الاربعه الثلاثه مهام الرئيسيه المفترض بتقوم بها لجنه التطبيع. نعم ايوه. طيب اللي انتم ليه يعني يمكن الحراك شفناه في الفتره الاخيره، يعني يمكن قبل الفتره الاخيره ما كان في حراك بهذه الصوره وهذا التجمع الكبير اللي يضم له، يعني انا زي ما قلت لك الحراك ده مستمر له سنين منذ قدوم اشرف، لكن بدا ياخذ تصاعد مع مرور السنين كويس، لكن الحراك متواجد، لكن كان الاله الاعلاميه في الفتره ديك انه كان موجه ما كان ظاهر. اي كان موجه. نعم. طيب الحراك تغير؟ يعني انتم مين بديتوا طوالي بديتوا متحركين ضد الاخ اشرف ولا الحراك اخذ منحى ثاني بعد الحراك؟ انا يعني الحراك عنده مسارين، عنده مسار قانوني وعنده مسار وفاقي. نحن في تجمع الهلالين السوداني كان قدمنا اللي هي كان قدمنا مشروع التوافق حول قضايا الحد الادنى، وكان قدمنا وثيقه وتواصلنا مع كل مكونات الهلال التنظيميه والحركيه والجماهيريه، اما والله يا اخي نحن دايرين نتوافق حول قضايا الحد الادنى. قضايا الحد الادنى دي اتكلمت عن الوثيقه انه في وثيقه، والوثيقه دي بتتكلم عن يعني مشتكر انه ده المخرج الحقيقي، لانه نحن من التاسيس حتى الان بتجي دارات وتمشي دارات وتجي دارات في قضايا حقيقيه دار الناس تلتف حولها عبر 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 وثيقه وعبر ائتلاف كبير جدا عشان تقدر تخاطبها ويكون عندها حلول. جات فكره الوثيقه. الوثيقه بعد ذلك بعد ما تواصلنا بلجنه التواصل مع كل مكونات الهلال الداخليه والخارجيه بنسبه 90% انه الناس قالوا ده المخرج، يعني ده المخرج الوحيد للازمه في نادي الهلال. كويس. بعد ذاك جاء بعد جائحه كورونا، لانه جائحه كورونا وقفت النشاط. بعد جاء التوقيع على الوثيقه، اكثر من 11 مكون وقعوا على الوثيقه من تنظيمات وحركات وروابط ورواد، ونفتكر الان اللي هو تحت مسمى ائتلاف نادي الهلال. كويس. ائتلاف اهل الهلال. ال 11 مكون دي ما كان فيهم اي مكون داعم للاخ اشرف؟ والله نحن اصلا الوثيقه بتتكلم في اول في الدباج بتاعتها انه والله لا إخصاء لاحد ما دام انت مؤمن والله ده الحل كويس. ما هي قضايا الحد الادنى، قضايا الحد الادنى ممكن انا اكون عندي فيك وجهه نظر، لكن في النهايه نتفق على قضايا الحد الادنى. يبقى اي نحن حتى ما عندنا مشكله مع اي هلال، لكن نحن مشكلتنا الاساسيه مع اداره اشرف مع سياسه اشرف. يعني طريقه ادارته. نعم. لا في انا بقصد صراحه في مجموعات تحولت من داعمين لاشرف للجهه الثانيه. نعم نعم. الان في الحراك ده يعني يوم من يعني انا شخصيا في الدوره الاولى في فتره اشرف في السنه الاولى كنت نائب رئيس لجنه التقنيه والمعلومات. كويس. السنه الاولى السنه الثانيه لانه انا بفكر عندي قناعات خاصه كويس حسب وجهه نظري انه والله يا اخي اللي بيحصل ده ما ممكن نقدم من خلال ايام في الجمعيه العموميه 2016 في غطسة كان عندي راي. انت الوقت ده موجود في 2016 في الهلال؟ اي لا يعني مقصود انه كنت في كنت انا يعني انا كنت ما يعني كان عندي راي لكن موقف نشاط، لكن في الجمعيه دي عبر في على الهواء مباشره قلت رايي في المنصه انه بيحصل ده وقدمته استغلت وطلعت، لانه انا افتكر من الوقت ده حسيت انه والله الاتجاه ده ما ممكن يعني ما ممكن نقدم للهلال ودي مشكله في ازمه يعني هكون في ازمه. وين كانوا كبار الهلال؟ يعني انا ما عارف يعني رؤساء الهلال القدامى اداريين القدامى. والله نحن مع احترامنا مع رجال الهلال يعني احترامنا ليهم ولتاريخهم واللي مقدموا الهلال، لكن حقيقة يعني نحن انا بتكلم لك بالتجربة بتاعتنا. نحن واجهنا يعني تجربة قاسية جدا لانه ما لقينا زول قدامنا. كويس. لانه يعني كان في قضية اساسية يعني النادي مقفول، العضوية مغلقة، العضوية يزيدوها، في مخالفات واضحة جدا في الميزان يعني ارقام كبيرة جدا، في عقد بتاع قناه برضه في مخالف كبير. كل الحاصل ده نحن ما لقينا تصريح واحد في جريده ولا في قناه ولا في ذا انه واحد من كبار الهلال، لكن نفتكر
ما كل زول عنده حياته، عنده وجهه نظر يعني، او عنده قناعاته الخاصه. لكن حسي في الفتره الاخيره انا افتكر الناس كلها بدات تقول كلمتها، وبدات تطلع، وبدات تصرح، وبدات تلتف حول الهلال. انتوا الان مجموعه شبابيه فقط ولا معاكم مجموعه برضه من الكبار؟ اللي انت قبل شويه قلت ما لقيتوا زول قدامكم، ودي مشكله كبيره يعني. انت يعني في كثير من الامر وصايه الهلال السابقين، هل هم الان مؤيدين لهذا الحراك؟ الان كل المكونات الهلال يعني مؤمنه ومؤيده الوثيقه والتوافق والوفاق في نادي الهلال. توافق حتى بوجود اشرف؟ لا انا ما قلت لك يعني احنا وجود اشرف، نحن عندنا ما عندنا مشكله معه، لكن انت بتتكلم عن طريقه الاداره. ما برضه في مشكله، انت كمان ما ممكن تكون جزء، انت 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 الازمه وتكون جزء من الحل. كويس، نحن نفتكر حتى في اخر الفترات يعني في الشهور السابقه القريبه دي، كان يعني كان في اصوات انه والله يا اخي زي ما تقول لو حصل هبوط ناعم ما في قضايا، وقضايا يعني قضايا الناس مؤمنه بها، لو حصلت يبون نعم. نحن ما عندنا مشكله مع يعني مع اشرف، مشكله شخصيه. طيب نحن ما عندكم مشكله مع اشرف شخصيه، حنجيب فيها ونجي راجعين لها بعد ما نمشي فاصل ان شاء الله. مشاهدي الاعزاء، فاصل قصير ثم نعود لنتواصل. برحب بكم من جديد، وبرحب بالاخ رامي. الاخ رامي، نحن يعني قبل ما نمشي تحدثنا عن نقاط مهمه. فاصل. اما زي ما قلت لك، نحن ما عندنا مشكله مع اشرف. كويس، مشكلتنا انه والله اخي يعني في قضايا اساسيه وقضايا محوريه يعني. في الفتره الاخيره حصل يعني كان في نداءات، او كان في زي ما يقول كان في تواصل، كان في رساله انه والله اخي لو حصل هبوط ناين يعني بين قوسين هبوط معين، هبوط معين بمعنى شنو؟ يعني والله ما في قضايا في النيابات، وفي قضايا يعني لو الناس لقت مخرج امن. كويس؟ يعني كان راينا واضح انه والله نحن ما عندنا مشكله معه، ونحن مشكلتنا كل حقوق الهلال، دي حقوقه بتاعت الهلال، يبقى نحن يعني ترجع الحقوق لها بعد ذاك، يبقى ما في مشكله، ما عندنا مشكله، عندنا مشكله معه. يعني احنا بنتكلم عن جماهير الهلال، ما بتفتكر انه الان في انقسام في جماهير الهلال؟ جماهير الهلال؟ نعم. والله انا يعني انا افتكر ما انقسام بقدر ما هو عباره عن حراك جماهير. الحراك ده ما بيكون فيه اصوات، في اختلاف الاراء. يعني الاراء مختلفه، انا عندي راي وده عنده راي، واي مجموعه عندها راي. لكن انا ما بسميه اختلاف، انا بسميه ده عباره عن حراك جماهيري، وكل زول بيرى انه والله بطريقه معينه. حتى المقوله بتاعت انه في التصريح الجالي بروف شداد انه في 20 تنظيم، انا افتكر الموضوع يعني ضخم. الهلال الان ما في 20 تنظيم، يعني في تنظيمات معروفه يعني تاريخيه وقاعده موجوده، وفي حركات معروفه، وفي تجمعات. كويس، ما حصل اتقدمت مجموعه من التنظيمات بقوائم، وصلت لحد 6 ولا 7 قوائم. كويس، ودي حاجه كويسه. يعني انا افتكر زي ما قلت لك في الاول، حاجه كويسه انه نحن قبل سنه كنا بنتكلم انه مفزول يجي والصرف عالي والهلال والناس كان يعني كده، لكن بالتجربه دي يعني زي ما بقولوا حول الهلال ولده. نعم. لجنه التطبيع في الهلال، او لجنه التطبيع الاتحاد العام حيعلن لجنه التطبيع يوم السبت براسه هشام الصوبات والطاهر يونس نائب رئيس وهشام رئيس. نحن قبل ما نتكلم عن النقطة دي، معانا على الهاتف مهندس عمر البكري أبو حراز، الرياضي المعروف، رئيس الاتحاد السوداني الأسبق لكرة القدم. باشمهندس، أهلا ومرحبا بك في زمن الرياضة. عليكم السلام والرحمة، أنا سعيد جدا بالحديث للشروق. يعني طولنا منك. والله قاعد. ان شاء الله حتكون معنا قريب داخل الاستوديو باذن الله. ان شاء الله، اتشرف. تشرف الله قدرك. باشمهندس، رايك شنو فيما يحدث عموما في الرياضه السودانيه، وخاصه ما يحدث في نادي الهلال؟ والله طبعا ما يحدث في الرياضه بصوره عامه، فعلا شنو اشوفه ماشي
في ربكه كبيره جدا. نعم. بصوره عامه يعني في الخلافات الدائم تبرز بين الوزاره وبين الاتحاد الرياضي. وجاءت عليها كمان مساله بتاعت الكورونا عطلت النشاط الرياضي. نعم. اللي انا بفتكر انه كان ممكن يستمر حسب البرنامج اللي وضعوه هو الاتحاد. نعم. بعد ما تلقى يعني الموافقه من اللجنه الصحيه العليا تم تغيير هذا الخطاب بعد الخلاف بين البروفيسور شداد ووزيرة الشباب والرياضة. واللجنة العليا سحبت الخطاب الأول وجاءت الخطاب الثاني ووقفت النشاط الرياضي بعد الاستعدادات في الأندية. حصل إحباط كبير وأفتكر أنه ما كانت موفقة يعني اللجنة العليا أنها تسحب القرار بتاعها لأنه كان مشهود باللعب بدون جمهور. واللعب بدون جمهور ده في دول في العالم فيها إصابات في بالكورونا أكثر بآلاف الأضعاف في السودان. ولحتم الدوري الاوروبي انتهى كله بدون جمهور وكان ممكن يعني ما في اي سبب انا افتكر كان تعطيل النشاط الرياضي بعد الاستعدادات اللي تمت دي. نعم. ودي زادت الربكه زياده كمان. نعم. بالاضافه لما يحدث في الهلال ويمكن حتى المريخ لطريقه ما لكن في الهلال طبعا برضه الربكه اكبر يعني. نعم. حكاية لجنة التطبيع رأيك فيها شنو؟ يعني الناس الآن بتتحدث عن تطبيع وعن نهاية عهد مجلس وتنظيمات هلالية. دكتور شداد يتحدث عن 20 تنظيم والأخ رامي كمال معي داخل الاستوديو عضو المجلس المركزي لائتلاف أهل الهلال بيتحدث عن إنها 6-7 تنظيمات. نعم في تنظيمات كثيرة لكن برضه ما حاجة مزعجة. أفتكر التنظيمات الكثيرة دي كويس لكن التنظيمات الكثيرة دي حتى ما تكون عندها أي علاقة بالفترة بتاعت التطبيع. دي فترة انتقالية. نعم. يعني الفترة الانتقالية دي حتى أي زول حيخش انتخابات ما يكون طرف في الثلاث شهور بتاعت التطبيع دي. نعم. يعني دي شأنها زي الربكة اللي حصلت حتى على مستوى السياسة صح. لأنه لو كان الأحزاب مثلا ما أي زول داير يخش انتخابات ما يخش في الفترة الانتقالية دي. نعم. ودي فترة انتقالية عندها أهداف محددة تنتهي فما ممكن تقوم بواحدة من أهدافها الترتيب للانتخابات. نعم. فما ممكن تكون تجهز للانتخابات وتكون انت حدثت في الانتخابات ذاتها. فدي مساله طبعا المفروض تكون اللجنه بتاعت التطبيع دي لجنه على حسب من الاسماء الرشح حتى انا سمعتها. افتكر حاجه كويسه تكون ناس ما خلافيين ناس بعيدين عن الترشح لمره للانتخابات بتاعت الهلال القادمه. ديل ممكن راح يرجع منهم كثير يعني. نعم. حتى الاخ الرئيس المقترح او الرشح اسمه ده انا افتكر ما بعرف شخصيه لكن بفتكر مناسب لانه ما عنده رغبه يواصل بعد الفتره التطبيع دي. نعم. بتفتكر يا باشمهندس في ظل جائحه كورونا اللي تحدثت عنها وفي ظرف الاقتصادي السيء اللي نحن بنعيشه والربكه اللي داخله في الوسط الرياضي السوداني حتى قبل كورونا بتفتكر انه انديتنا حتقدر تمشي لقدام في هذه الظروف؟ والله شوف هي الظروف يعني بتاعت الكورونا دي مرت على كل الدول يعني ما عدا على غريبه طبعا الحاجه الكويسه طبعا ما مزعجه انه في افريقيا جزء الجنوب في جنوب الصحراء ده الجنوب بتاعتنا كله ما انضربت بالكورونا كثير مع الاسباب الصحيه لكن الاصابات فيها توقعات تكون منعدمه في بعض الدول فدي قطعا بتاثر تاثير كبير جدا لكن وجودنا في الساحه بالظروف الحرجة اللي مرينا بها السودان افضل من ان نختفي من التمثيل يعني من الاتحاد الافريقي ده مما انشئ سنه 1957 والسودان واحد من المنشئين له لم يغيب السودان من اي البطولات بتاعته فما حكوا يغيب بالرغم انه انا اتوقع انه الاداء يكون ضعيف بالنسبه للدول الاخرى لم تتاثر كثيرا بالكورونا. نعم. طيب يا ريت ترسم لنا ملمح رؤيتك للهلال في هذه الظروف ولجنة التطبيع اللي تحدث عنها يمكن المنتج قبل شوية تحدث عن إنه هشام الصوبات وطاهر يونس في رئيس ونائب رئيس من خلال المجلس الاتحاد العام يوم السبت حيتم الإعلان. والله استغربت كويس أنا السبت دي كونه يكون في خلال 48 ساعة من الآن. نعم. تتحسم هذه المسألة الشائكة أنا أفتكر دي حيكونوا قدر التحدي الثلاثة شهور دي حيجدوا فيها المهام اللي حتحدد أهمها طبعا أهم حاجة فيها الناس ما متفقين لها أهمها إيادة نظام أساسي يتماشى مع الستاندرد الوضع الفيفا
حتى ليكون في تضارب. يعني حتى حسه النظام الاساسي بتاع الانتخابات تلقى مثل الانتخابات هو النظام اللي بيتكلم عن وزاره الشباب والرياضه بحسب قانون الشباب والرياضه. نعم. لكن الفيفا بتتكلم عن انه الناس الانديه المنتميه للاتحاد الوطني وبدوره منتمي للاتحاد الدولي يجب ان يكون هو المشرف على هذه الانتخابات. فيبقى اهم حاجه تدعم يعني توافق توفيق الاوضاع بين النظام الاساسي القديم والنظام الاساسي الصحيح الذي يتماشى مع متطلبات الفيفا. لكن نعم. انا في صوره عامه رد مباشر لسؤالك، انا اعتقد انه الشخصيات اللي ذكرتها دي ان شاء الله تستطيع ان تقود الهلال في الفتره الجايه، لانه بالنسبه لها في تحدي وبالنسبه لها ما في طمع، ما طمعين في انه يواصلوا او ما عندهم رغبه في انه يواصلوا في انتخابات اخرى. فلذلك اتوقع انه يكون في نجاح. انا بامل انه كل التنظيمات تتكيف معهم. نعم. في المرحله دي مرحله بتاعت الهلال يكون او لا يكون. نعم. كلها تتجرد وتجيد معهم وتستعد في نفس الوقت للانتخابات القادمه. وافتكر انه حيحصل تجمع بين بين التنظيمات الكثيره دي، ما مدعيه لكن حيحصل في نوع من الاندماج من التجمع يعني مع بعض. نعم. انا بحيي يعني كثير جدا. يعني في جروبات حتكون في مجموعات، المجموعات حتكون تتغلص لمجموعتين او كتلتين نسميهم كتل. نعم. انا بحيي كثير جدا الباشمهندس عمر البكري ابو حراز الرياضي الكبير والرئيس الاسبق للاتحاد السوداني لكره القدم، شكرا لك كثير. تابعت حديثه. نعم. تعليقك شنو؟ يعني انا اتفق مع كلام الباشمهندس عمر البكري ابو حراز في النقاط اللي هو الاثار اللي هو الموسم الرياضي وال يعني حقيقة حيكون في تأثير كبير، لكن إن شاء الله زي ما قلت لك في الأول الحلقة أنه نأمل أنه ما تأثر على الرغم أن المعطيات تقول في تأثير. الحاجة الثانية أنه أفتكر يعني حسم موضوع ملف لجنة التطبيع حسم حاجات كثيرة، لأنه يعني كان ملف شائك جدا صراحة، لكن وكان في تواصل مع البروف شداس، لكن افتكر إعلان لجنة التطبيع خلال 48 ساعة حيقفل الباب حول كل التكهنات. رأيكم شنو؟ نحن حقيقة يعني نحن رأينا ما أصلا معروف، يعني نحن في اللي هو زي ما قلت لك أنه تجمع الهلاليين وبعد ذلك جاءت الوثيقة وإتلاف أهل الهلال، وكان إتلاف أهل الهلال كان عنده رؤية أنه والله رؤيته مع 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 انتهاء فترة الكاردينال أنه حيكون في لين التطبيع أو لين التأثير في الوقت ذاك. يعني كان الرأي جاءت فكرة آلية التوافق حول لين التطبيع. الآلية دي كان فكرتها الأساسية اللي هي تخلق توافق حول يعني حول اللجنه. يعني الاليه دي تبحث عن مجموعه كويس والمجموعه دي تقوم تقدمها عبر برنامج وتكون يقول ده الوفاق. حقيقه الاليه دي واصلت اجتماعاتها وكانت متواصله، لكن ما خرجت بقائمه كويس. لانه الامر بقى معقد، والدكتور كمال شداد بروف شداد كان عنده راي انه والله يا اخي انه الاتحاد وكل القوائم اللي حتتقدم دي هو يشيل، لكن في النهايه الاختيار حيكون عبر الاتحاد العام عشان تكون قائمه وفاقيه. وانا افتكر حتى الاسماء الراجحه الان في المعلنه او المدوله في وسائل التواصل الاجتماعي، وهي حتى الان ما في حاجه رسميه، لكن افتكر نوعا ما اخذت من كله يعني من كل بستان زهره. وانين حقيقه يعني هي فتره انتقاليه، ودار اهل الهلال كلهم التفوا حولها لانه فيها اخطر جمعيه عموميه اللي هي جمعيه تعديل النظام الاساسي عشان يتوافق مع النظام الاساسي للاتحاد السوداني والفيفا. وحتى نحن عندنا رؤيه في الحراك وفي تجمع الهلاليين وحتى في ائتلاف المؤمنين كلنا انه التغيير الحقيقي اللي هيحصل في النادي بالنظام الاساسي. لانه كل المشاكل بتاعت العضويه المستجلبه، الجمعيات المشوهه، المشاكل الاداريه، المشاكل الماليه، الديون المتراكمه، لانه الانظمه الاساسيه ما بتفصل بين السلطات ولا بتحدد انه يعني مجلس الاداره ممكن يصرف لحد كم. التفاصيل نحن دايرين في خلال النظام الاساسي يعني يقفل كل الليجا الحاصل له الثغرات دي كلها. نعم كلها بالضبط كده. طيب وين بيكونوا الناس او المجموعه اللي بتايد الاخ اشرف او السيد اشرف الكاردينال؟ هل حتكون بتذوب في هذه المجموعات؟ يعني اكيد هناك مؤيدين. الان نحن امر واقع يعني واقع مختلف تماما. انا زي ما قلت لك اللي هي جمعيه عموميه دي الاهم لتعديل النظام الاساسي. مفترض كل اهل الهلال ما يكون في اجنده خاصه، لانه النظام الاساسي ده مفترض كل الناس تشارك فيه وكل الناس تقول يعني تدلو بدلوه،
والمختصين القانونيين والاداريين والماليين كويس يشاركوا فيه عبر ورش، لانه نحن مشكلتنا الاساسيه زي ما قلت لك النظام الاساسي الموضوع في الاتحاد السوداني ما في زول شافه، يعني ما في زول شارك فيه، ما في ورش قامت، ما في يعني ما كان في ورش، ما كان في اوراق قدمت عشان الناس تخلص للنظام الاساسي، يعني يلائم نادي الهلال يكون نقطه تحول او تغيير حقيقي. لو نحن قارنا نادي الهلال مع الانديه الجماهيريه في شمال افريقيا او حتى في العالم تلقى الانظمه الاساسيه، يعني عندنا في السودان انظمه خجوله جدا، ما يعني بتخلي للرياضيين، يعني انا اديك مثل، يعني الليله الديون المتراكمه بيجي الرئيس بيقوم بيجيب لاعب بمليون دولار ب 500000 دولار بعد شويه بيدفع لهم مقدم وبيمشي وبتن في المشاكل دي كلها مفترض الانظمه الاساسيه تكفيله تماما كويس. نعم دي مشكله حقيقيه. بتفتكر انه في الفترات السابقه والانديه كانت بتصرف صرف ما لا يخشى الفقر خاصه الناديين الكبيرين، هل دي انسحبت هذه الممارسه على الوسط الرياضي وعلى المستوى الرياضي اللي احنا موجودين فيه المشاكل الرياضيه؟ اثرت على الوسط الرياضي، لو قلنا فرق كره القدم، الاعلام، الجماهير غيره، لانه ما كان واقع حقيقي يعني صراحه. يعني احنا كنا في الفترات السابقه كان يعني كان في الدوله بتدعم، الدوله كانت ذات عندها فلسفه، عندها سياسه، انا والله دي ناديين جماهيريين كويس عشان ويع الراس وكده بيقوم بتدفع وده يعني وده ما ما من باب انه بتدعم عشان التطور عشان تكفل. ايوه ده حاجه مشكله، والمشكله هسه حتدخل الناس في ازمه، يعني حاسس ان احنا في اهليه وضمرت الرياضه انه ما في دوله حتتدخل، حتدخل مجلس الاداره الجاي في ازمه، يعني الجماهير بقت طموحها كبير عالي جدا في ظل ظروف صعبه جدا، في ظل ظروف دار لعيبه بمليون دولار 500000 دولار، دار مدربين بمستوى عالي، ودي كل حاجات في ظروف اقتصاديه، على الرغم عندنا الامكانيات عندنا الخامات، لكن افتكر في ازمه حقيقيه، مش فرق كره القدم بس، يعني في الاداره، في الاعلام، في الجماهير، التغيير مفترض يكون تغيير شامل لكل المفاهيم. بتفتكر جو الافراد هي الاسرى تاثيرها؟ كان مؤثره جدا، يعني حتى في الاعلام ظاهري، انا زي ما قلت لك انت ممكن الاعلام ده من خلال انه ياثر يخلق لك واقع ما حقيقي. نعم دي اثرت تاثير، اثرت كبير جدا، يعني الان الاعلام، يعني حتى لو الشاهد انه لو جينا شفنا في الصحف الرياضيه بتلقاها موجهه، يعني ما في صحيفه رياضيه، يعني انا للاسف يعني ما في صحيفه رياضيه مهنيه، يعني تلقى بتتكلم بمهنيه، بتجيب خبر بمهنيه، كاتب بيكتب، لا كل زول شايل اجنده بتاعته، عنده ناس وبوجه حسب انا صراحه مرات يعني بتفاجئ انه من تصريحات او من كلام بتقال في الحراك، يعني في حراك نادي الهلال كويس، كلام ما حقيقه يعني، لكن الزول يعني في النهايه بتاسف ان يعني كلام ما حقيقي، كلام بعيد من الواقع. لكن ده حال اعلامنا. طيب تفتكر الاشياء دي بتتغير حتى لو تغيرت اللجان، تغيرت المجالس، تغير النظام الاساسي، هل بتفتكر انها ممكن تتغير مع عشعشت يعني زي النظام السابق، يعني ادخل البلاد في مناطق الان ما قادر نطلع منها بسهوله؟ الازمه دي حقيقه ازمه السودان كامل، يعني ازمه شعبي كامل اللي هو يعني بقت الناس يعني القلم ده زي ما قلت لك تحت الهواء يعني اخطر من الرصاصه، انت تكتب كلمه، والان الاحتغان والتحشيد الحاصل الاحتغام الحاصل والاراء المطرفه دي كلها بسبب الاعلام كويس، لانه الاعلام عشان الاعلام اخطر حياه. نعم. لكن انا افتكر مع يعني ما قريب، انا صراحه ما بقول قريب انه الظاهره دي ممكن يعني ممكن تختفي. تنتهي، لكن بيبقى قدرتنا نحن كشعب، قدرتنا نحن كسودانيين، قدرتنا نحن ذاته على تغيير الواقع حقنا اليومي نحن كافراد كويس، بعد ذلك ده بيعتمد على الحاجه دي. طيب انت الان اتكلمت عن نقطه مهمه جدا، الاعلام وتاثيراته الخطيره، يعني حتى على المستوى السياسي، المستوى الرياضي، المستوى الاقتصادي، ويمكن يعمل الابيض اسود، يعمل الاسود احمر حقيقة. يعني مشكله خطيره. نعم. هل انتم في تجمعاتكم دي عندكم رؤيه للاعلام في الفترات القادمه، الاعلام الهلالي؟ والله اكثر ناس ممكن يجاوبوا على السؤال ده هو الاعلاميين نفسهم. نحن ما باعتبارنا كجماهير، باعتبارنا اعضاء نادي الهلال ورواد وغيره في الحراك ده، ما هو اتجاهنا واحد في المسارين، المسار القانوني في فتره اشرف، المسار بتاع الوفاق والتوافق حول قضايا العدل الادنى والوسيع وكذا، لكن افتكر الاعلاميين المفترض يكونوا جاوبوا على السؤال ده ويكون عندهم الدافع والرغبه. ما معكم انتم اعلاميين او لا؟ نحن في التجمع الهلالي السودانيين وحتى في الائتلاف، ما هم زي ما قلت لك مكونات، يعني مكونات النادي كاعضاء، كرواد، روابط، تجمعات، حركات، تنظيمات كذا يعني. لكن ما في رؤيتكم، يعني انتم خلال حديثكم الان زي ما انت الان عندك قناعه تامه ان الاعلام بيلعب ادوار خطيره وقد تكون سالبه، يعني في رؤيتكم من خلال نقاشاتكم، هل يعني ما كان في حديث عن الاعلام والدور وغادي يلعب ادوار غزيره مثلا الاعلام بصفه عامه، يعني مش الاعلام الهلالي والمريخ او الرياضي؟ الاعلام له ذو حدين، يعني الاعلام ممكن يعني حاسس ان احنا في حراكنا بتاع التوافق وحراكنا الالتفاف زي ما قلت لك حول لجنه التطبيق وغيره،
الدور الاساسي اللي بيلعبه يعني مفترض هو دور الاعلام، يعني احنا لو سليم. لو قلنا في انقسامات بيكون السبب الرئيسي الاعلام، لو قلنا في التفاف حول التطبيع وتوحيد الراي، راي الجمهور والناس حوالينا برضه الاعلام. كلام سليم. نعم. الان انت يعني يمكن تابعت معي الحديث اللي هو الخبر اللي يمكن قدمه الاخ المنتج انه في لجنة التطبيع يوم السبت، الاخ هشام والاخ الطاهر يونس، هل هذه الاسماء تجادلتم حولها في الفتره السابقه او مرد عليكم من خلال انه قد تكون لجنة التطبيع برئاستهم؟ انا زي ما قلت لك نحن في الجمعه الهلالين السودانيين اللي هو جزء مكون من مكون الائتلاف اهل الهلال، كويس، كان في نقاش اللي هو حول الاليه وجات الاليه عشان تخلق توافق حول اللجنه، لكن للاسف ما قدرت انه تطلع قائمه، لكن كل ما يتداول انه عن اسماء هشام الصوباط او طاهر يونس كل الامر ده يختص بالاتحاد السوداني. انا زي ما قلت لك انه البروف نحن في تواصلنا معه في اكثر من اجتماع انه الموضوع ده الاتحاد يعني بده اهتمام كبير جدا، وانه المساله دي خطيره وما بخلي فرق اداري في الهلال، وهو يعني حيحاول يعني هو كجهه حياديه وجهه المختصه حيحاول يخلق اي خيارات الان في الاتحاد السوداني للتطبيع برئاسه هشام الصوباط او غيره. بيبقى المسؤوليه مسؤوليه تامه للاتحاد. معايير شنو؟ لا تفتكر معايير يعني؟ انا المعايير الاساسيه الاولى الوضع الاقتصادي، انا عشان اكون معك واضح، الوضع الاقتصادي للمحتارين الان. الهلال مجابه بمطالب كبيرة. بمطالب كبيره من الفيفا عبر احكام غضائيه، في لعيبه مفكوكين، في استحقاقات، في مرتبات اكثر، في تسجيلات، في مرتبات اكثر من 6 من 4 5 شهور من دفعات. يعني دي ده كان ده يعني ده فاكتور او ده عامل من العوامل. العامل الثاني انه والله في قضايا ثانيه مفترض برضه يعني برضه بتحتاج للدعم المالي، لكن احنا نفتكر انه اي خيار زي ما قلنا الرساله دي كان لشداد في اجتماع معه، لا يعني كان امتد ان احنا شاكرين انه قدر قاعد معنا وسمعنا لاكثر من ثلاث ساعات، كان رسالتنا واضحه. الان الوضع في نادي الهلال نحن بنطالب انه والله يا اخي تكون في لجنه عضويه مستغله كويس كاملة الصلاحية، تراجع العضوية، تنقح العضوية، تفتح العضوية بإشرافه بس تجدد، تكون في لجنة كويس، لجنة مالية لمراجعة الديون والميزانية والعقود. بعد ذلك كان النظام الأساسي الآن الموضوع في الاتحاد السوداني يرجع نادي الهلال، والناس يعني الناس تتناقش فيه وتشوفهم. وهو الاتحاد عنده 5 مبادئ اللي حقت الفيفا، بعد ذلك التفاصيل الجوة دي كل نادي حسب حاجاته. نعم. نحن بنتكلم عن التفاصيل دي اللي هي الجزء المالي، الجزء الاداري، فصل السلطات، الجمعيه العموميه السلطات شنو، مجلس اداره السلطات شنو، المكتب التنفيذي، دي كلها مفترض حاجات نحن نجاوبها داخل اي نناقش فيها، بعد ذلك نجيبها لانه ده في نادي دستور. نعم. بيبقى ثاني عشان نعدله ثاني بعد بيبقى من الصعوبه في مكانهم. انتم مجموعات كبيره، ما هل كان عندكم اسماء معينه للجنة التطبيع يعني من خلال مداولاتكم، هل كنتم تفترضوا اسماء معينه يجب انها تكون او قدمتم مقترحات؟ نحن اصلا في كل مرحله من المراحل ما اصلا ما تناقشنا في اسماء، كان دائما حراكنا يعني حراك التجمع وبعد ذلك حراك الائتلاف. يعني التجمع ما طرح اي قائمه، ما طرح اي شخص، ما دفع باي زول، حتى ائتلاف الهلال عبر الاليه للتوافق على التطبيع ما طرح، كان في نقاشات طويله. لكن نحن نفتكر لانه في الوقت ذاك ما كان في كلام عن التطبيع، ما نحن بادرنا كويس شيء جديد لانه القضايا اللي قلتها لك دي اللي هي 3 قضايا، لجنة عضوية مستغلة، لجنة مالية لمراجعة العقود والميزانية والديون بالإضافة للنظام الأساسي. دي كانت القضايا الأساسية اللي هي بتمثل حقيقة هاجس. نعم. يعني أنا الثلاثة قضايا دي يفتكر دي المرحلة الحقيقية للانتقال. نعم. دي كانت القضايا الأساسية. دي كانت همكم. نعم. نحن كنا همنا والله خلينا الحتيجة دي مفترض نوافق حولها وتكون مؤمنة بالثلاثة قضايا دي. كويس أنه يكون في لجنة عضوية مستغلة، كويس كاملة الصلاحية، اتراجع العضويه وتنقحها، لانه نحن حسب معلوماتنا انه العضويه دي شابه فيها تفاصيل كثيره في الفترتين بتاعه الكاردينال. دارين نراجعها، دارين نشوفها، بعد ذلك ننقحها، تنفتح العضويه، الناس تجدد بكل اريحيه، كل زول ياخذ حقه عشان نحن نقيم جميع عموميه كل الناس تشارك فيها. طيب ادواركم شنو بعد تكوين لجنه التطبيع؟ ادواركم حتكون شنو؟ هل حيظل الائتلاف بعدده الكبير ده متماسك، ولا بعدين حتكون في بعض ال هو الائتلاف زي ما قلت لك الائتلاف هو اللي هي الوثيقه بتقول قضايا الحد الادنى، قضايا الحد الادنى ده ما هو ائتلاف كامل، ما انتخابي كويس، ما انتخابي. نحن نفتكر انه ممكن يكون جسم داخل الائتلاف ده بعد ما تنتهي فتره التطبيع يجي انتخابات يقرر يقول والله يخش انتخابات، وهو يكون عنده رؤيه غير رؤيه ايوه، لكن نحن حنتفق على انه يعني كيف
كيف يدار الهلال؟ كيف يدار؟ يبقى 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 الحاجه المشتركه معه انه مؤمن والله بطريقه كيف يدار الهلال عبر بعد تعديل النظام الاساسي عبر المشاريع، لانه الائتلاف ده مفترض انه يكون جواب لجان لجنه الاستثمار، اللجنه القانونيه، لجنه الاستثمار، تعمل ورش، تقدم اوراق للاستثمار في الهلال وغيره، على الرغم انه في كميه من الاهلة داخل وخارج السودان قدموا مشاريع كبيره. يبقى كل الحاجات دي مفترض تصب عبر 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 الين الاستثمار، وبعد ذلك تبقى واقع يعني تبقى لاي مجلس ممكن يجي يلقى عنده يعني في مشاريع جاهزه، وممكن بعد ذلك ينطلق منها. ايوه نعم. طيب تفتكر العدد الكبير من التنظيمات دي غد، يعني الان احنا في السودان بنعيش مشاكل الاجتماعات الكثيره، وبنعيش مشاكل موجوده في كل بقاع السودان لكثره التنظيمات والمسميات، ما بتفتكر ده برضه قد يكون عقبه بعدين؟ ونحن لو قلنا التنظيمات في الهلال عشان نكون اكثر دقه، يعني التنظيمات الكبيره والتاريخيه هي الثلاثه تنظيمات بالاضافه للتنظيم ولا تنظيم فكر الغط اللي هو كتنظيم حديث كويس. بعد ذلك في الروابط، والروابط اصلا موجوده في نادي الهلال، في الروابط موجودين في نادي الهلال بالاضافه للحركتين، حركه فجر وحركه ارحل. يبقى ما عدا ذلك يبقى يعني انا بيعتبره يعني استهلاك اعلامي، يقول لك في تنظيمات كثيره وفي غيره وفي تجمعات وفي يعني ده الواقع بتاعنا، لانه انا جزء من الحراك وجزء شايفه، يعني شايف التنظيمات وقاعد معاه وجزء منا وبنطلع وننزل وكده يعني. يبقى اللي بيتكلم عنه ده انا يفتكر عباره عن تضخيم. نعم. عباره عن تضخيم. انت يعني يمكن كل رياضي مقتنع تماما ومعترف تماما بانه الظروف الاقتصاديه سيئه جدا وفي كل العالم. نعم. خاصه في السودان مع هذه الجائحه، نسال الله سبحانه وتعالى ربنا يرفعها. نعم. بتفتكر انه هل هناك قدره في ظل هذه الظروف الصعبه انه الانديه تقدر تمشي لقدام؟ يعني بعد لجنه التطبيع وبعد الانتخابات، في ظل الظروف نحن عشنا في ظرف على جيب الرجل الواحد في مجالس الانديه. انا افتكر الانديه الجماهيريه عندها القدره. الانديه الجماهيريه عندها موارد، يعني عندها اكبر مورد اللي هو الجمهور، وعندها موارد حقيقيه. الموارد الحقيقيه الجمهور تفتكر انه الجمهور ذاته الان محتاج؟ انا يعني انا بتفق معك، لكن زي ما قلت لك عندها موارد، عندها موارد لو قلنا عقارات او قلنا عقارات وغيره، دي موارد حقيقيه. لكن المربط الاساسي للحاجه دي اللي هي المؤسسيه، الحوكمه الاداريه، انه ما يكون في حتى المنصرفات، ضبط المنصرفات وغيره. زي ما قلت لك في الاول، نحن النظام الاساسي اللي عاوزينه عشان ما يخلق ديون متراكمه عشان تكون في 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 ظهور مجالس جايه كويس. لكن لو كان في حكومه اداريه، في مساءله ماليه، في غيره، انا افتكر بتقدر الانديه الجماهيريه تمشي نفسها. نعم. ما بتفتكر ان الناس حتتحسر على الفتره اللي فاتت صرف الصرف والميزانيه المفتوحه واللاعبين الاجانب والنادي الجميل؟ ما بتفتكر انه الناس حتتحسر وتصطدم بواقع صعب؟ ونحن كتركيب شخصيه سودانيه دائما قاعدين نحل الماضي، دائما دي بتركيبتنا. لكن انا افتكر يعني الهلال ده عمره جماهيره، يعني ما هو الهلال موجود وجماهيره موجوده يعني ما في، بل بالعكس نحن بنتمنى انه والله يكون واقع افضل. نعم. بتقول شنو الناس الهلال؟ احنا في ختام هذه الحلقه لكل التجمعات الهلاليه ولكل اهل الهلال، جمهور واداره واقطاب، بتقول لهم شنو؟ أنا والله رسالتي أول حاجة للإعلام الهلالي كويس، بقول لهم والله يا أخي دي الفترة اللي احنا المفترض الناس توحد فيها الرسالة وتوحد فيها الخطة الإعلامية، الناس حقه يعني تسيب الانشقاقات وتسيب المهاترات، لأنه الفترة فترة الثلاث شهور اللي هي الفترة الانتقالية أخطر الفترات. نعم. لأنه جات في ظروف مختلفة، يبقى مفترض الإعلام يكون إعلام مسؤول قدر المسؤولية. الحاجة الثانية لجماهير الهلال، أنه يعني الناس تلتف حول الفترة الجاية دي، ولأنه فيها جميع عموميه خطره جدا، واي زول عنده عضويه يمشي جديده بعد ما يعلنوا لجنه التطبيع، ويكون في لجنه مستغله الناس تمشي جديده عشان تشارك ان شاء الله باذن الله، ان الواقع الجديد ان شاء الله يكون افضل باذن الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله الواقع يكون افضل، خاصه بعد الثوره ان شاء الله. بعد ما انتم الان يمكن اختفيتوا زي ما قلت قبل شويه طريق الثوره. انا بحييك كثير جدا مهندس رامي كمال، بتحدث باسم التجمع الهلاليين السودانيين وعضو المجلس المركزي لائتلاف الهلال. شكرا لك كثير، وان شاء الله حنتواصل حتى نرى الهلال كما كان وكما سيكون باذن الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لك. شكرا لك كثير. شكرا جزيلا. وبحيي كل اللي تابعونا في هذه الحلقه من زمن الرياضه، وحتى نلتقي في حلقه اخرى، لكم دائما احلى تحيه.